على كل حال خلينا نروح لزي ما بتقول كده الطرائف او بعض الامور اللي بتحصل في بعض المباريات، ونتكلم هنا تحديدا عن مباراه موناكو ومضيفه ريماس ضمن الجوله ال 13 من دوري الفرنسي لكره القدم. حدث كده حصل يعني بس اثار الجدل شويه على السوشيال ميديا، يعني كان في الدقيقه 13 تحديدا من عمر المباراه اصاب الحكم جيرمي بينيارا بكوعه بدون قصد لاعب ريماس الغيني موريتو كاساما، وقع على الارض. كانت وقعه جامده يعني، هي دي القصه في كده، وقعه كانت جامده جدا ونتيجه طبعا الضربه، وبعد كده تدخل الطاقم الطبي فورا للاطمئنان على اللاعب، ويعني كانت سليمه الحمد لله زي ما اتقال يعني. وبعد ما قام كاسامة لمتابعة المباراة اعتذر لي الحكم، طبعا كان وسط تصفيق كبير جدا وتشجيع من الحضور، وانتهت كمان المباراة بالتعادل يعني. فدي كانت حاجة كده ناس كتير كانت مشيرة اللقطة دي، ان هو غصب عنه الحكم ضربه، بس كانت ضربة جامدة قوي يعني، يعني مش قصة ان هو وقع وخلاص، لا الفريق الطبي تدخل والناس كانت قلقانة وكان في صمت شوية في الملعب يعني.